كل سبت بعد أخبار الـ 11:30 الصبح تشتد المنافسة بين فناني بلادنا. بدي تكوني نور عيوني بهالزمان هالزمان. أخيرا أنا بقدر أقول إني بجد بحب هالحب، شي مش معقول كيف بيقلبني قلب. أنا وإنت وإحنا سوا بيت جديد عحدود السماء. شاركوا بالتصويت من خلال موقعنا arabi.co.il. معاتب تحياتي شادي بلان. أنا رايحة عمطرح بعيدي وعارفي إنه منك سعيد. زي ما سبق أعلنا في بداية فترتنا اليوم، ضيفتنا ضيفة مميزة، ألبوم جديد مميز كمان، رح نتعرف على أغاني هالألبوم. بنقول صباح الخير لأمل مرقص. يسعد صباحك شادي، ويسعد صباح مستمعيك ومستمعي الإذاعة. مشوار بعيد، جيتي من كفر ياسين. يعني هو المفروض ما يكونش بعيد، بس عم بصير بعيد من كتر عجقة السير يعني والضغط اللي أنا فيه. أهلا وسهلا أمل. بعرف أنه كان لك أسبوع كتير مضغوط، حفلات وأكيد ألبوم جديد. رح نتعرف على أغاني هالألبوم، 11 أغنية مش إقلال. صحيح، هيك مفروض مجهود كبير. ها بيستحق، بحب أنا هيك أتعب على أشغالي، و11 غنى هذا إشي بعتز فيه في كل ما كترة الغناني معته خير كتير. أكيد هذا الألبوم الرابع، شو بيفرق عن الألبومات السابقة؟ مستمعين لازم يقرروا هذا الإشي. أنت من ناحيتك بيختلف، هو يعني هو امتداد لأسلوبي أكيد. يعني بقدرش أبعد عن أمل، لكن بعتقد فيه نضوج فني أكثر. إذا نقارنه بالأخير بنعنع نعنع يختلف كل الاختلاف، لأنه نعنع كان مستمد من التراث الفلسطيني، مبني على أنماط وألحان شعبية متشابهة نوعا ما. هون أغاني خاصة كلها، هنا كل أغاني خاصة، زاد أنه التوزيعات مميزة، فيها تجديد، فيها زخم موسيقي. تقريبا الأسطوانة شادي بتخوض كل المقامات الشرقية زائد الإيقاعات على أنواعها. في إيقاعات استثنائية مش كتير مألوفة، موجودة في التراث الشرق العربي لكن مش كتير بغنوها. المميز فيه كمان أنه في أسماء جديدة دخلت، إن كان من كتاب الكلمات إن كان من الملحنين. خوفا من أنه يكون في تكرار، لأنه مش بس بتتعاوني مع يعني عدة أسماء بنعود وبنشوفها مرة جديدة، بتعاون مع أمل مرقص. أول شيء أنا بحب هذا إشي منيح، هذا مش إشي عاطل، إنه نفس الناس بتضلها معك، وهذا إشي كتير فنانين بالعالم كمان استعملوه. لما أنت بترتاح لمجموعة معينة، مش صدفة الناس أصلا تتواصل مع بعضها مثل أنت وأصدقائك. يعني ممكن تلاقي هدول بيصيروا أصدقاء، بيصير في هاجس مشترك، بيصير في هدف مشترك. لكن في أسماء جديدة، في بالإضافة لنسيم دكور اللي صاروا تقريبا 11 سنة من الملحنين التابتين في أعمالي، من الموزعين التابتين، من المرافقين الموسيقيين لإلي. دخل الفنان مهران مرعب اللي هو عازف قانون وعود وبزق، كتب كلمات ولحن أغنيتين جميلتين، كتب كلمات لأغنيتين ووزع كل الأسطوانة عملياً. لما هو التوزيع هو قرر شو الآلات اللي تعزف في كل أغنية. رح نحكي كتير، بس بدنا نسمع. أمل بغني، اخترتي هالاسم ليش؟ لأنه رسالتي في الحياة أنا أغني. تحب تغني وانت صغيرة؟ منه انت صغيرة؟ خليت أغني بتقول لي أمي. خلينا نسمع هالأغنية الحلوة اللي بتحمل اسم الألبوم الرابع لأمل مرقص، وهي من كلمات وألحان مهران مرعب ابن قرية الرامي عازف القانون، من بعت له تحية حارة.
الأرض اللي مني من روحي فني لأرض التمني. للأسف أمل عم نسمع مقاطع إحنا كمان منيح. هاي فرصة للمستمعين لكون عندهم في البيت حفزوا. يسمعوا كل سرعة كل سرعة. الأغاني كل الأغاني. الألبوم تسجل كمان بظروف خاصة فهمت، لأنه مش باستوديو عادي. صحيح، هذا واحد من مميزات كفر ياسير الألبوم. ليش كان الاختيار أنه يكون شوي بعيد عن الاستوديو؟ عم بقرب مرتي جالسة سجلوا بالبيت بالمطبخ. هذه متبعة بالعالم. يعني أنا قبل شي 11 سنة سجلت مع فرقة إيطالية اسمها راديو درويش، فرقة إيطالية فلسطينية في قلب بيت في منطقة باري في جنوب إيطاليا. طبعا البيت مش ما كانش مسكون في إيطاليا، فسجلت يعني بيجيبوا تقنيين صوت وبيستعملوا الفضاء الطبيعي تبع البيت، خاصة إذا كان بيت قديم بيكون فضاؤه مميز لما يكون عالي. إس أنا جاي من محل بسموه بآمن بالفن من أجل التغيير الاجتماعي، يعني مش فقط الفن حتى أنا أعيش ماديا أو الفن حتى أقول أنا موهوبة بدي أغني عشان تبسط الناس، بس في بسط للناس زائد لما انت بتستمد المواد الفنية تبعتك من البيئة المحيطة. يعني هذا بثر تجربتك الفنية. فكان بالحري لما بتقول انا بدي اجيب وادعي الاصدقاء الزملاء اللي بيعزفوا كلياتهم يجوا على بيت في قلب حارة بهاي الحالة في قرية كفر ياسيف، يمكن كل ما فنان تسأله بحس انه هو ميال يغني في الاماكن الاثرية القديمة. شوف مثلا باسرائيل قيسارية مكان اثري بغنوا فيه كتير، قبور السلاطين يابوس بغنوا هناك كتير، ببعلبك بجرش، الأماكن القديمة تحيا فيها طاقة غريبة جميلة للغناء والموسيقى. فأنا دورت على محل اللي أنا أرتاح فيه أني أغني، سألت استشرت تقني صوت أمريكي اسمه كيفن سليم من أصل لبناني اللي هو أشرف على كل عملية التسجيل الماسترينج والميكس. قال لي أمل بتقدر تسجلي بكل محل في كل غرفة إذا كانت دافية وإذا حبيت تغني فيها. إذا أنا قلت ارتحتي يعني أنا قلت منه بشتغل في البلد أهون لي. الحارة بتنبسط، يعني بصيروا يسمعوا موسيقى على مدى جاي بيتلين جو حلو. يعني الجارات يقعدوا على البرندة تاني يوم يقولوا لي اليوم سجلت قلت الناي ومبارح سجلت القانون، شو الغناية اللي سجلتها؟ ما فيش أحلى من أنه جارة جاي مع بكرة جي القهوة وتزورنا وتسمع الغناية. هذا إشي منيح، يعني لما بسمع الغناية بيبدو كمان يعرف أنه أمل بتعمل أغاني خاصة مش غير اللي منحضرها بالفضائيات، إنك كمان في واحدة من بلدنا عم تعمل موسيقى ببدأ أنا أدخل لحياة أكثر. الإشي التاني في توفير مادي، إنك أنت بتستأجرش استوديو، ديش أنا أضارب على استوديو، فيش أجمل من استوديو، يعني إحنا كملنا شغلنا باستوديو الماسترينج ويكا، لكن صار في كومونة، يعني صار في معنا بيت. وطبعا بشكر بهاي المناسبة الأستاذ المهندس أسامة رجا سعيد اللي هو بيت أهله إحنا سجلنا فيه، هو استضافكم هناك، هو استضافنا هناك أعطانا حرية التعامل، كمان المطبخ والصالون والبرندة حسيته في البيت والحوش. بعدين كنت أزرع ورد ونسقي الورد وكنا نعمل الأكل سوا مشترك، وعملين استوديو كان مرتجل، يعني نبنى التقنيات عادي استوديو كيف إسا إحنا قاعدين. الجميل مثلا إنه الناي تسجلت في حوش بالليل، القانون تسجل في قلب قبو. من روحي أول نغمات الإيقاع اللي سمعتها قرر كيفن وشاحر اللي مسجلوا أن تكون فوق البير، في بير بالبيت العربي القديم، فالبير أعطى الصدى الحقيقي. عمليا كل شيء بتسمعه أنت، صوتي أنا صوت الآلات، هذا صوت طبيعي، ما كان أي تدخل تقني. يعني البيت هو اللي أعطى الصوت هذا، صدى رائع، بتشعر الفرق، بتشعر شيء كبير هيك. وبيت إفكت اللايف، يعني إنه كأنه الفرقة قعدت واشتغلت مع بعض، إحنا سجلنا على مراحل. فكان لهذا الموضوع أثر ومعنى أكبر للأغاني. للحظة معينة شادي لما بتتمعن بال 12 أغنية، هذا أنا شغل أنا عملته، إنه درسته وأنا عم بشتغل أحضر البيت لاستوديو، يعني ننظفه ونزرع الورد ونهيئ انه يتحول لاستوديو. بديت اشعر انه اغنية اخذت معنى مزبوط، كانت الاغاني لا زالت حبر على ورق او سكيتسا. باللحظة اللي بديت اروح على البيت صارت عايشة، فجأة صرت احس لما بقول ازرعوني زنبقا احمرا في معنى، صرت اقول من روحي بغني لورد لفل لكل شيء بقرب، لجاري لخالي صرت احس على هذا الارض ما يستحق الحياة، بيت مهجور وانا جاي اغني فيه. كما يبدو في شيء بداخلي شاد ادور على معنى حقيقي لاغنيه بسبب الياس العام اللي معشعش بقلوب الناس، يعني في ياس عام. امل انت من كفر ياسيف مزبوط؟ مواليد كفر ياسيف، تربيتي كمان ببيت بحب الثقافه والفن اكيد، بحب كل شيء كل شيء بيت بحب. حلو. في اغنيه للوالد، ليش اخترتي بالتحديد تغني للوالد؟ هون كمان بدي أخص بالذكر شاعر متألق كبير، طبعا لسه هو في تصاعد، الشاعر مروان مخول. شاعر الشباب. انت طلبت منه؟ مروان بتربطني في صداقة كبيرة. كنا نتحدث على تعامل، على تعاون مشترك. فأنا بتذكر أعطيته قصائد لبابلو نيرودا اللي بتحكي عن انتظار ولادة ولد، إنه يبني عليها أغنية.
بعديها مروان التقى في والدي في صدفة يعني بمصادفة عائلية، فاجأني بالإيميل برسالة جميلة جدا بيقول لي أمل اقرأ هذه الكلمات كتبتها لوالدك. فأنا أول إشي لوالدي. تاني كان في إشي مميز في المطلع اللي استعمله أباي، يعني مصطلح أباي هذا إحنا نشمله. زاد قبل الندى رسم الصباح أبي على حيطاني روحي والمدى. وبتيجي جملة يكفيني أني كلما أبكي على كتفيك يغوين الدفع. بتقدرش تتجاهل هالكلمات الجميلة، خاصة أنه مروان عارف شو علاقتي أنا وعلاقة أخواتي في والدي وعلاقة كثيرين في نمر مرقص، لأنه هو مربي هو والد للكثيرين. فكان بالحرة لما يكون والد لست بنات دعمنا كتير، أعطانا منحنا استقلالية اقتصادية استقلالية فكرية، عملني كأني يعني مثلي مثل الشاب أنه كان يآمن فيه في طريقي. مديونيت له للوالد كتير كمان في خط الفني الفكري. فأجت أغنية مروان كانت بضمن مجموعة كمان قصائد لشعراء آخرين، التقيت بنسيم التقيت بسمير. فلما عرضت على سمير مخول القصائد قال لي أنا بقدرش مجبور أخذ أغنية مروان لأني كتير بحب كلماته. وكان هذا التعاون الثاني لسمير مع مروان، لحن له عروس الجليل أيضا. أبوكي شو قال؟ أبوي قال لي ليه حطيت صورتي في الديسك بديش. الجميل في أبوي تواضعه، مش مصطنع، ما بقولش ولا إشي، يعني ممكن دمعته تكفي، ممكن دعمه يكفيني أفهم إنه سعيد ومبسوط. قبل الندى رسم الصباح أبي على حيطاني روحي والمدى مثل الصدى عتق الكلام جموح أحرفه طريقة في سراح المجدى قبل الندى أباي 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 عم نسمع من ألبوم أمل مرقص الجديد بغني. هذا الألبوم الرابع أمل. بين كل ألبوم وألبوم في 3-4 سنوات طبعا إيش بيكون، شو بيكون الانتظار؟ هل العامل المادي ولا أنه أنت عابل ما تجمعي المواد؟ أول تجميع المواد شادي، زائد أنه أنا كتير مشغولة بشكل عام. أول شيء بسافر كتير لخارج البلاد لحفلات، في كل حفلة هي مشروع كبير. يعني بالضبط تماما قبل بسنة كنت في أستراليا ونيوزيلندا، سفرة بعيدة طويلة يعني جولة تقريبا. قدمنا شيء 8 عروض مع ورشات عمل، تحضير لإلها صعب، وجودك في أستراليا بعيد عن البيت صعب، إنك تنجأ بعدين هناك برافق كل سفرة كتير مقابلات. بعديها المرحلة انه تنضج الاغاني، يعني كتير انا بفحص الامور، بفكر صرت تعرفني كتير كتير بتردد وبفحص الامور انها تكون شبه متكاملة زي ما انا بدي. بنفس الوقت كمان يعني عنصر الوقت، بعدين بصيرش تقول للملحن اسا بدي لحن، احنا مش عايشين بالعالم العربي اللي صار تجارة وتيرة انه الملحن يعرف يلا اسا في شبلونة انا بدي اشتغل حسب، او مثل بالوسط اليهودي مثلا الغني الشرقي اللي اسا ماشي كتير صار يعني معروف انه شو الايقاع لا انا بمشيش حسب، انا بقول شو اسا بخدم مشروع الشعب اللي انا عايش بينه. انا هيك بفكر، هذا توجهي. فبكون
يعني مثلا في اغاني مثلا صار لزمان موجوده عندي مثل شيء في الحرب او اكره سفك الدمي، في اغاني كتير جديده مثلا من شهر 3 السنه الماضي، 4-5 اغاني جداد. في اغاني صار لست سنين عندي انتظر اني اسجلها، وقفت انا مشروعي لانه طلعت نعنع 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 ما كانش ولا على البال وعلى الخاطر، فجاه هيك بقول شيء على بالي افوت للموضوع احياء التراث الفلسطيني. بس كمان هناك لحن اغاني جديد، يعني نسيم عمل 4-5 الحان لنصوص قديمه، فبفكر الوقت اللي بمرق هو فحص اكثر للمواضيع، زائد طبعا العنصر المادي شيء اساسي. يعني لما انا بنتج العمل بتكلفه مخيفه، يعني شيء 150 الف شيكل انا بستثمر في السي دي، يعني بستثمر فيه، يمكن بستثمرش بالتسويق، بستثمرش في اني اجيب علاقات عامه، يمكن حدا يقول لي شو الهبل يا امل، بس انا بفكر انه المنتوج الفني هو الشيء الاساسي. هل بترجعي المبالغ هاي من الالبوم من بعد الالبوم؟ لا. من الحفلات ممكن، الحفلات أو... زائد انه الاسطواني بتروح لكتير بعيد، الاسطواني بالاضافه لانه ممكن تنباع يعني من الناس تشتريها، هي مش مصدر مادي. الاسطواني ممكن ترافق افلام، يعني فيلم ممكن مخرج بيوصلني كثير مخرجين عالميين بطلبوا افلام وثائقيه، ممكن لمسرحيات، كثير كولكشنز عالميات دخلت ملان، يعني السي دي الاول والسي دي الثاني ونعنا موجودين في كولكشن في مجموعات عالميه كبيره، هذا بيعطي مردود مادي. الشيء الثاني معروف حتى مش بس للفنان الفلسطيني، كل فنان اسا بالعالم الاسطواني هي عباره عن بطاقه دخول، هي اكثر وجود توثيقي، بيساهم في الانتشار اكثر ما انه هو اعاده ماديات. اوكي، بس ما كمان ما عنديش بديل، يعني حتى اذا بتقرا كارول سماحه قبل كم يوم كانت مصرحه بتقول انا احسن لي انتج اعمالي لانه ساعتها فيش حدا بيحتكرني، انا حره بكون كثير في اهميه للحريه. ليه؟ لانه بمرحله معينه في محاولات احتكار، في محاولات ادخال مضامين، في محاولات اذا اخذت مصاري من حدا ممكن يقول لك اوكي بدي تغني مضاميني، يعني ممكن تصير انه انت حره باللي بتغني، بدي شادي يعني تعودت كمان يمكن يعني اكيد اريح يكون في منتجين وجميل ان اتعاون، بس احيانا لما انت بتبدا تصير مستقل بسبب صعوبات معينه مش لانك بدك تصير مبسوطه من هالاستقلال، بتقوى يعني مثل المره بتقوى، المره كمان اذا بتشد حالها بتصير قويه. احنا تعرفنا عليك بالاول ارتبط اسمك باسم السيده فيروز، كان في صعوبة انه خلاص أتحرر. امل موجودة بحد ذاتها عندها اغانيها الخاصة، ولا دائما الناس بتشوفك بتقول غني لنا كمان بدنا نسمع حلو بالحفلة الأخيرة؟ ما حدا قال لي غني لفيروز، ما حدا قال لي غني من نعنا، يعني بفاجئك انه كتير بطلبوا مني من نعنا يا نعنا، اكثر اشي بطلبوا مش فيروز، نعنا يا نعنا، هاي اكثر اشي بسمعه من كل المحلات. طب انبسطت انه ما طلبوا؟ انبسطت زائد انه اول شيء فخر كبير لإلي انه انا ارتبط بالسيدة فيروز، السيدة فيروز بوصلة لإلي ولكتير فنانات مثل ما ام كلثوم، مثل ما الكل، يعني انا بعتبر حالي امتداد لجداتي، يعني ستاتي، انا ستاتي يعني امهات ابوي وامي، وكل مرة احنا امتداد مثل ما انت امتداد لناس ستات وسيادي، بس انا كمان امتداد لمغنيات. انا متأكدة زي مين غير فيروز؟ اسمهان، مرسيدس سوسا، مريم مكيبة من امريكا اللاتينية، ممكن اكون امتداد لشي مرة ما طلعتش مغنية، كانت تغني بالحق قبل شي 200 سنة مثلا وما صارتش مغني. فهمت علي؟ يعني اللي بقوله أنا بدك ولا بدكاش الفنان بتأثر وبيستمد كتير أمور، إن كان بالجينات وإن كان في اللاوعي تبعه، لما هو بيبدأ يصغي لفنانين معينين بدك ولا بدكاش رح يتأثر. لكن يبدو وجودي في الجليل قريب لجغرافية لبنان، ست لبنانية، فالعالم الفكري تبعي بيشبه مثل ما يعني بيشبه إحنا أكثر الشمال بيشبه لبنان. تحرر من فيروز بفكر إن أنا نجحت أعمله، بس انا بشبهش فيروز، فيروز ظاهره لا تتكرر، واكرر هذه الجمله، فيروز ظاهره لا تتكرر. شفتيها انت وانتيتها البوم بتذكر؟ طبعا ابني فراس معطاها هي، طبعا شفتها وعبطها وحضنتها. لا ان فراس كان عمره سنتين، يعني هو اللي مسكه حملته وباسته حضنته وانا حصل لي الشرف انه احضنه مرتين، يعني بلقائين اكيد كنت شخصيات. طبعا انه تحدثي معها ودوري لانكو حديث نسيت. بس نسيت اني مغنيه، هي ما بتحكي كثير، هي بتحكي قليل وكلامها موزون. أجينا نحكي قالت لنا ما عرفناش شو نقول، قالت لنا لما بروح الكلام تتكلم العاطفة، شو أجمل هذا، وقالت لنا أنه لما بيجوا الفلسطينيين بتكون أجمل حفلات لإلي لأنه بيعرفوا كتير بيعطوني. بعدين أنا لما التقيتها كان عمري 20 سنة أو 19، كنت صغيرة مزبوط، كنت أغني بس يعني شو ما كنتش بعدني عاملة إشي، فما نسيت أمل المغنية، يعني ما كانش هممني هذا الإشي شيلي، كان هممني أني أنا بحبها كتير وأنا بحلم فيها مرات، هي بتشبه امي كتير كمان شكلا، بحس انه امي بتشبهها، بفكر سميح القاسم شبه فيروز بالام، بالاخت، بالصديقه، بالجاره، هي كل شيء بالنسبه لنا.
ضلك دق باب الهواء مسكر. كلمات والحان مين؟ كلمات الشاعر والمحامي مرزوق حلبي بن دالة الكرمل. هذه الاسطوانة الثالثة اللي هو بمنحني يعني كلمات. اجمل الكلمات كثير، مثل ستي صدر البيت وجنة عروس وحجار فوق احجار وحمامة بيضاء لولا مرزوق. اسا بالديسك هذا في انا رايحة وباب الهواء مسكر دق، واللي لحن كمان معظم الالحان هذا الدق الحان الرائع لنسيم دكوار. انا رايح لنسيم دكوار وستي وجنة عروس اللي بالاسطوانات يعني في تعاون بين مرزوق ونسيم كبير. حلو. امل محمود درويش شعرنا الكبير بتغني له دائما الألبوم. دائما بهالالبوم بالتحديد. دائما. ليش اخترتي بالتحديد بكل الاسطوانات؟ بكل الاسطوانات الاولى يوميات جرح فلسطيني طبعا، اهي جرح المكابر وطني ليس حقيبه، في شوق غنيت غريب في مدينه بعيده ونحن في حلم تذكر فالكرمل فينا، في هذه هو قصائده بتخدني يعني. انا قارئه بشكل عام للادب وللشعر، قارئه نهمي بتستوقفني كلمات بحسها مموثقه، بحس انها بتعكس ايش انا بحب وايش شعبي بحب. ف طلبت منه انه تغنيها؟ لا ولا مره انا بطلب منه، بلا انا ما بطلبش من حدا. لا مش لاني يعني عن تكبر، في اتيكا مهنيه بتبع اللي هي اني انا يعني بطلب عن طريقكم اللي هي الفيدرالية بتمثل المبدعين العرب واليهود بكل انحاء العالم. بتوجه لي انه ببعث مثل استماره انه انا بدي استعمل هذه الاغاني وبدفع على حساب مبلغ معين اللي هو يقتطع بعدين كرويالتيز يعني مثل للفنان. فلما يعني أنا أخذت من محمود درويش كتير تحيات كبيرة لما كان طبعاً على قيد الحياة، زرته في بيته قبل وفاته قدمت بشهرين. قدمت الأمسية كمان بذكر؟ قدمت، كنت أعتز كتير، كنت عرفت الاحتفال لما حضر على حيفا، عاد إلى حيفا وقال لي احكي إيش بدك وقول إيش بدك، ودائماً كان يقول لي تعالي نتصور مع بعض يا بنت أستاذي. والدي كان مربي وهو كان طفل بصف تاني وثالث بدر الأسد، كان بعدين معلم سكن طبعاً بعدين سكنوا بكفر ياسيف وكانوا يترددوا وبدأوا مع بعض. كان والدي مرشد بالحزب الشيوعي والشبيبي فكانوا يمدهن في المجلات الثقافية والأدبية والكتب. بالنسبة لمحمود درويش أخذت منه دعم كبير، لكن أنا كتير بحافظ على حدود شادي يعني. وكمان أيضا بدي أحيي يعني عائلة توفيق زاد، كمان رح نتحدث عن هذا الموضوع. ما تنسى عم تسمعت على هذا ما يستحق الحياة، هي ندتني الأغنية. أنا كنت عم بغني غراسياس ألا فيدا، شكرا للحياة، لمرسيدس سوسا المغني الأرجنتيني اللي توفت السنة الماضية. توجهت للإعلامي والمخرج القدير روجيه تافور اللي هو زميل ودائما بترجم لي أغاني للإنجليزي بلغة رائعة، وإذا بتقرأ النص بالإنجليزي بتحسها على الإيقاع، بتحسها موزوني مع بيعت المعنى بطريقة سليمة مش مجرد حرف، دائما بيعمل لي تطوع عن هذا الاشي. فقلت له روجي حابة أغني غراسياس ألا فيدا، بدي وهي كلماتها بالعبري بدنا نترجمها للعربي، شكرا للحياة. فترجم لي إياها للحياة غنائي بهبتني بقائي. فشوي أجيت أغني الغناية عم بطلع بحضر لأمسي 90 سنة الحزب الشيوعي قبل سنة، قدامي رزنامة اللي فيها رسومات محمود درويش بعد ما توفى مفتوحة على هذا المستحق. عم بقرأ أنا وبقول عملي عم بقول شكرا للحياة على هذا المسحق، وأنا بدي أغني شكرا للحياة. ففجأة بالضبط شاد إسا بتسمع الجمل اللي كانت على هذا المسحق الحياة قعدت بالضبط على لحن غراسياس ألا فيدا. يعني هذا المسحق الحياة، رائحة الخبز في الفجر، أول الحب عشب على حجر، أمهات يقفنا على خيتناي، وخوف الطغاة من الذكريات أو خوف.
فهيك ركبت أنا الكلمات على اللحن. كنت بتحبي إنه يسمعها؟ أكيد يسمعها النسخة. كنت بحب إنه يكون عايش، مش بس عشان يسمع، إنه يبقى بيناتنا. كثير مهم لإلنا وجوده، كثير كثير كان صعب رحيله. طب أمل، ما عندك خوف مثلا إنه هو ما بحب، أو أي شاعر ما بحب إنه تغني له أغنية؟ ولا مرة صدفت حدا يعني. والمش هذا اللي بهمك يعني، ما بتفكري بهذا الموضوع؟ لا، وبستناش حتى رد فعل. أنا متأكدة إنه أنا بمنح الكلمة الاحترام اللي بستحقه، بمنح الحب والعاطفة اللي كل شاعر بتمنى إنه حدا يعطي هذه العاطفة للأغاني. أنا بستأذن دائما من أم الأمين زوجة توفيق زياد، بطلب إذن لاستعمال الأغاني، وكمان بصرح لآكم، هذا إشي أساسي. ولا مرة الست فيروز بعتت ليش غنيتي يا بلالة أو ليش غنيتي يا عود، ولا مرة حدا محمود درويش بالعكس قال لي بخاف تسرق الجمهور مني مرة. لما كنت بدي أغني قبل ما يطلع يحكي، فقال لي جملة كتير جميلة إنه أمل طوليش بتسرق الجمهور مني، هيك نوع من المديح الحلو. بتمنى اني اغني لسميح القاسم قريبا، بتمنى كثير، غنيت له بس ما تسجلت اغاني. بتمنى كمان لشعراء مغمورين اغني، انا ما عنديش يعني قيود. مرات بخاف اعيد نفسي، يعني يمكن ما اخذش قصيده في قصائد جميله باخذهاش يمكن تشبه شيء غنيت له، او شيء مثلا كثير بيحكي عن القديم، ولا انا غنيت كثير عن القديم. في اسطوانه بغني في قصيده رائعه لمحمود درويش اسمها مساء صغير من قصيده الارض عن يوم الارض، واللي اختار القصيده مش انا، اللي جاب الاغنيه متكامله رائعه هو مهران مرعب. جاب لي الكلمه وهو اعدها من بين يمكن 35 صفحه، اعد الاغنيه، عمل اللحن الرائع اللي بايقاع خاص على ايقاع 7، وعمل التوزيع. وهذه واحده الاغنيات الكتير خاصه في الاسطواني، اللي هي مساء صغير على قريه مهمله، كان قرأها محمود درويش في أول زيارة لأوله في كفر ياسيف هاي القصيدة. فهذه صدفة، مش أنا اخترتها، اختارها مهران، قال لك غنيها. وأنا ونسيم اخترنا سوا من كتاب أثر الفراشة، كم البعيد وبعيد كم هي السبل، نمشي ولا نصله، يعني شو هو البعيد يا شادي؟ وإذا عرفنا شو هو البعيد اللي مندور عليه منقولش إنه لقيناه، عشان يكون أحلى العيش إنه نحنا نضل ندور. أكيد. وهبتني بقائي وعيني بعمق البحار، بهما أميز بين خير وشقاء، بهما أبدل يأسا برجاء. ومن بين الجموع المح حبيبي، للحياة غناء وهبتني بقائي، وحروف الهجاء من ألف ليائي، بهما أغني بفخر وآباء. وطني حبيبي يا أرض آبائي، تنير الطريق إلى بيت حبيبي. للأسف أمل، لازم نسمع بس ما قاطع صغيرة عشان نلحق نحكي معاك. كنت روح يشتغل يعني كتير الكمال كتير حلوة بالفعل. أمل، نحكي شوي عن الأسرة. بعرف انه عندك اسره حلوه، وكمان كل الاسر يعني. اكيد احكي لنا شوي عن عائله امل مرقص. انا ما بحبش كثير احكي عن العيله، لانه بديش احرج حدا من الاولاد كمان. اولادي صاروا شباب وصبايا. بنتي، عندي بنت وولد، عندي يارا وفراس، الله يخليهم طبعا. هني بعتوا معنا لاغنيه، بعتوا معنا لحياتي، كثير مهم. بفكر كل ام تفهم علي وكل ابو، لكن جميل لما الاولاد بيكونوا داعمين للام بالغناء يعني، وبتاثروا مثلي، وبعدين بنجحوا يحضروني كأني مغني مش كأني أمن، فهمت علي؟ يعني بعدين هذا بتأكد منه. فراس بصف العاشر بثانوية مدرسة يني، وين أنا درست كمان في كفر ياسيف، ودخل فرع حاسوب وفيزياء. بعيد عن المجال الفني؟ بالعكس، فراس بيعزف بنهار شي 5 ساعات قانون، حلو. مش أقل. حلو. وبعزف بيانو قانون. طبعا هو بدرس عند مهران مرعب كمعلم خاص في بيت الموسيقى في شفا عامر. بتعلم، بيشتغل بالإنسان بالمع رمسيس
رمسيس أسيس, أسيس سوري أسيس. من بعت له تحية كمان في الإنسامبل تبعه, وبتعلم نظري كمان هناك, ودروس خصوصية عند مهران صار له 3 سنين في راس, وبعزف وبغني حلو, وبفكر كمان هو طريقه في الموسيقى. عزيزتي الحبيبة يارا هي بجامعة حيفا سنة ثانية في مسار العلاج في عن طريق الموسيقى, وبيمزج بين علم النفس وتعلم الموسيقى. يارا بتعزف بيانو وتعلمت موسيقى جاز, وبرأيي تحمل أحد الأصوات الجميلة المميزة, لكن أنا شهادتي مجروحة, بتمنى لها أنها تشق طريقة, بتمنى أنا أنه يارا تنجح في أنها تشق طريقة كمغني باسمها يارا زريق. بعيدا عن استقلاليتها في عملها في اسمها في أو أنه نتعاون سواء أنا وياهن أنا الأولاد يعني طبعا. يعني الأولاد كمان راحوا للموسيقى, أنا فخورة بهذا الشيء, كتير بحب أن أولادي يكملوا بالطريق, لأنه الموسيقى والغناء هي سلاح جميل في مواجهة كتير أشياء. حلو. أمل, في البدايات أنت تعلمتي مسرح صح وتمثيل؟ بعدني أنا لما بس بغني, بعيدي بعيدي كتير عن المسرح يعني, بذكر شو دلحق دلحق يا أخي, أو عن التمثيل بشكل عام. لا هو اختيار أكيد أنه أنت اخترتي تركزي ممكن بمجال الغناء أكتر. تعرف بعد كل أسبوع بوصلني دعوة لأوديشن للسينما, لسه أنا مدعوة لأوديشنين فيلم عالمي وفيلم, بروحش يعني, أو إذا بروح بتندم إنه روح, بحب يعني بحب إني أمثل, وأنا بفصلش عملي الغنائي عن المسرحي, لأن أنا لما بوقف على المسرح أنا بكون عم بقدم عمل مسرحي, مش أمسي طربية بس يعني, في الأغنية بأديها بشكل مسرحي, في قصة وراء, بهتم بكل الديكور, بهتم باللبس, بهتم بالإضاءة, هذا إشي كتير مهم لإلي إنه يكون. المسرح مثلت عودة سمسم وحزت على جائزة أفضل ممثل في مهرجان حيفا اللي من إنتاج مسرح السم في المغار عدنان طرابشي, ومدين مثلت مونودراما لكن ما ماشي كتير مشيت, شفناك بالسينما وراء العيون دور صغير في درب التبنات. بالعكس أنا بحب, يمكن المرحلة القادمة لإلي القريبة إن أنا أمثل, أنا حبي كتير هذا الإشي, أو إن أعمل مسرح غنائي يعني, إن أمثل وأغني مع بعض. أنا درست مسرح بس أنا مسرح, أنا درست أكثر فنون الأداء يعني فنون الأداء المسرح اللي هو بيضمنه الغناء والرقص, العمل أمام الكاميرا, التقديم الإذاعي درسته, كيف أنك تلقي قصيدك, كيف أنك تحكي, كيف أنك تخطب, هذا كان وفروا لنا إياه في بيتس في لما أنا كنت في تخرجت عام 90. أمل, ما نقول لك مبروك, الله يبارك فيك. نختم مع أغنية وقصيدة لتوفيق زياد, وبتحب تقولي إشي للمستمعين؟ أول شيء شكرا للي استمعوا وانبسطوا معي, وإذا ما انبسطوش متأسفة, وإذا عندي نقد أنا متأكد إنه زعلانين إنه سمعوا بس مقتطفات. شكرا كثير, وإنه يدعمونا, يدعموا كل زملائنا الفنانين اللي عم بتعبوا بيشتغلوا بيحاولوا إنه يعني يملوا الدنيا فرح وعاطفة يعني من خلال أغانينا. نسينا ننوه إنه خير فودي الفنان العزيز من عكا كتب لي كمان أغنية كل شيء بعيني كبير لو كان حتى الأمل صغير, اللي هم فرقة ولعت. أكيد وأكيد أنا بنسى ناس يعني, وبس بعتذر يعني لكل الأحباء اللي كتبوا في هذه الأسطوانة, واللي ترجم واللي أنتج واللي عزف, محبتي للجميع. شكرا أمل مرقص, شكرا للنجاح, شكرا حفظك, شكرا شهادي, شكرا لكم على الاستماع. فن فنانينا لليوم انتهى, إلى اللقاء. وصفارات الإنذار, أكره سفك الدم وصفارات الإنذار, أكره سفك الدم وصفارات الإنذار, أكره سفك الدم وصفارات الإنذار, أكره هذا اللون الأزرق, أكره هذا اللون الأزرق في ضوء السيارات, أكره سفك الدم وصفارات الإنذار, 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 أكره هذا اللون الأزرق, أكره هذا اللون الأزرق في ضوء السيارات, أكره أن تبكي أمها وزوجها, أن يتوجع طفل
أكره أن تبكي أم أو زوجة، أن يتوجع طفل أو طفلة، أكره أن تسقط قنبلة، أكره أن تسقط قنبلة فوق الطرقات، أو في ساحة بيت آمن، أو في ساحة بيت آمن، أكره سفك الدم وصفارات الإنذار، 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 أكره هذا اللون الأزرق، أكره هذا اللون الأزرق في ضوء السيارة. أكره كل حروب الدنيا، أكره كل حروب الدنيا، أكره كل حروب الدنيا إلا حربا واحدة، أعطيها أعطيها روح الروح وقلب القلب، روح الروح وقلب القلب، وأعطيها وأعطيها صوتي ودمي وكياني، صوتي ودمي وكياني، حربا واحدة هي حربا.